بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنحاول نحل اللاب اللي فات الاكسرسايز اللي فات الجمعة. طيب ماشي، هنمشي مع اللاب ستيبس خطوة خطوة كده. بيقول لي في اللاين رقم كذا أنت عايز تفنش الميديا كويري بتاعة الموبايل علشان تبقى أقل من 400. هي المفروض 480، يعني تبقى من 480 وأنت ونازل. تمام، الكلام ده على مين يا جماعه؟ على الموبايل ديفايسز. تمام، الكلام ده على الموبايل ديفايسز. طب انا اسهل على نفسي واعمل كنترول اف يا جماعه واروح على موبايل. انا يعني القصه بان انت عارف اللي اوت يعني، فتعرف الكومنتات وتعرف الكلام هيمشي ازاي. ففي الميديا بتاعي هنا هبتدي اكتب الميديا كويري بتاعي، ها، اونلي سكرين اند. ها هو بيقول لي الكلام التصميم على الموبايل، يبقى في الموبايل انت بتتكلم على ايه؟ على ماكس يا جماعه، بتتكلم على اخر حاجه انت ممكن تعملها، صح كده؟ يعني هتقول له ان الماكس ويدث بتاعك هيكون 480، يعني من 480 وانت نازل، صح كده؟ نفتح ال ماكس داش ويدث ايكوالز 480، ما تنساش طبعا كلمه بيكس. تمام، ده بالنسبه لي اول ميديا كويري. الميديا كويري الثانيه في الرينج من كام لكام يا جماعه؟ في الرينج من انت هتعلى بواحد، يعني من 481، ما بين 481 وما بين 768، ده بتاع التابلت. فانا هدور على تابلت وهقول له اونلي سكرين اند. المره دي معايا اتنين، الاولانية من ويدث من داش ويدث هيبقى اعلى منها بواحد 481 بكسل، وهكمل الشرط بتاعي اند ماكس ويدث اللي هو هيكون 768، وما ننسى طبعا كلمة وما ننسى البكسل. ده الرينج بتاع التابلت يا جماعة. في الجانب التالت في السطر الثالث اللي هو هيبقى من فوق 769، فاهمني؟ يعني وانت طالع بعد ما تزيد المفروض دي طبعا تبقى 769 اللي هو الاعلى منها، اعلى من القيمه اللي جايه طبعا عشان ما يحصلش مشاكل. فديت هتبقى عباره عن الديسكتوب. فانا ادور على الديسكتوب والسكرينز العاديه. ديسكتوب هقول له اون ات ميديا اونلي سكرين اند. المرة دي هقول له طبعا مينوت عشان تبقى المسألة بترجع وانت وطالع، يعني 769 بيكسل، يعني 769 وانت وطالع. الكلام ده كله هيمشي على مين؟ على الديسكتوب ستايلز. تمام، لو انا عملت كنترول اس كده وقفلت اليوزر بتاعي ورحت للواجهة بتاعتي وعملت ريلود، هلاقي اني انا كده في الديسكتوب. لو صغرت شوية على التاب هلاقي المسألة تتغير. تمام، لو صغرت شوية على الموبايل هلاقي المسألة تتغير. تمام كده، انا الميديا كويري بتاعي تقريبا متظبط. تمام جميل، يتبقى طيب ماشي الجزء الثاني. نطلع فوق ديت تعتبرها ضم. الرابع الجزء ده كان خاص ب السايد بار الانوردر ليست يا جماعه في الموبايل وفي التابلت. الفكره ماشي، الفكره في الحته دي يا جماعه، هو انت طالما في الموبايل انت مش عايز دي، عايز دي اللي تظهر. تمام، لو كبرت شويه في التابلت في الداتا على الديسكتوب. في الديسكتوب طبعا يا جماعه لو انا فرضت التصميم بمساحه كبيره ها انت مش عايز دي تظهر، انت عندك قايمه فمش عايز السيلكت اسف اللي هي الدروب منيو يعني، فاهمني؟ فانا عايز اوقف الدروب منيو فين؟ طيب ناخدها سنه سنه كده ماشي. خلينا نبتدي بدي، انا عايز اوقف الدروب منيو اللي هي موجوده في الديسكتوب. فهروح طيب ملف ال HTML بتاعي عشان الناس تكون في الصوره. السيلكت ديت اساسا كانت موجوده فين؟ كانت موجوده في اسايد في ناف، بعدين يعني جوه موجوده في اسايد جوه الاسايد في ناف، وجوه الناف عندي السيلكت. تمام، عشان انت تعرف تنده عليها فاهمني، فانت هتمشي بنفس السلسله دي، او ان انت كده كده اساسا ما عندكش سيلكت تاني فممكن تنده عليها بنفس السيلكت على طول، فاهمني يا جماعه؟ جميل، خلوني في الاول ارجع للكود بتاعي في سي اس اس واروح. طبعا انا هستهدف تصميمي على الديسك توب يا جماعه، فانا اروح على الديسك توب، وفي الديسك توب هبتدي ادور على ايه؟ على هي مش هدور طبعا على الاسايد، انا هبتدي ادور على الاسايد، هي مش في البندر، هي في الاسايد.
انا اوريدي كتبتها على ما اظن يعني، او مش فاكر. جميل، بعد القصايد هوفر مثلا. ماشي، هو حتى يعني فيها ليها كومنت هنا، فانت عايز تعمل ديسيبل للسلكشن منيو، فتروح تقول والله انت فهمت الفكره بقى، انت هي موجوده فين؟ هي موجوده في قصايد ناف سيلكت، انت ممكن تمدح عليها بناف سيلكت على طول، علشان كده كده اساسا ما فيش سلكشن في ناف تاني غير هنا بس، ما فيش سلكشن منيو تاني يا جماعه، فانت عليها بناف سيلكت بس على طول، وهي هتشتغل معاك ان شاء الله. تمام، فنمسح بقى ونكتب ناف بعدين سيلكت، هتحط طبعا القيم بتاعتك اللي انت عارفها طبعا، اللي هي هتكون عبارة عن ديسبلاي نون. الناس اللي بتسأل انا استخدمت ديسبلاي ليه ما استخدمتش ديسبلاي نون، ليه ما استخدمتش فيزابيلتي هيدن؟ طبعا الفرق بتاع ديسبلاي نون وفيزابيلتي هيدن سبب ان احنا اصلناه يا جماعه في كورس اس اس من بدري، فبالله حاولوا تراجعوه كده، وقالت معلومه جميله ومعلومه مهمه بصراحه. ده بالنسبه للديسكتوب. خلينا طيب نشوف البريفيو على الديسكتوب عشان نتاكد ان احنا ماشيين سنه كده. اتشالت من هنا، جميل. لو انا ضيقت التصميم عشان اوصل للتاب، لتصميم التاب يا جماعه، تمام، في التاب بتاعي هلاقي اني انا مش عايز المنيو يا جماعه، بس عايز السيلكت، متفقين؟ تمام، اوكي. والمنيو والسيلكت الاثنين موجودين في الناف، تمام. طيب انا ممكن انده بدايركت على طول على ناف، وبعدين اقول له فهمني زي ما انا عملت ناف يو ال، واقول له ديسبلاي نان، فهمني؟ طيب خلونا نجرب المساله دي يا جماعه. طبعا الكلام انا موجود في التابلت، هستهدف تصميمي على التابلت يا جماعه. ستايلاتي على التابلت، وهدور على القصايد. ادي القصايد ستايلز، المفروض ان انا اكتبها هنا، فاهمني؟ يعني انا دايركت على طول زي ما انا كنت عملت في المره اللي فاتت، فاكرين؟ انا قلت يا جماعه ناف، وانا عايز اوقف مين؟ السلكشن ولا اليو ال؟ انا عايز اوقف اليو ال، صح كده؟ يبقى بقول له ناف يو ال على طول. ايه رايك في الفكره؟ تمام، خلونا نجربها كده ونشوف. ناف وبعدين يو ال و البريسس بتوعي، وطبعا كالعاده ديسبلاي نون، اعمل كنترول اس اشوف الفرق، اشوف اللي انا عملته ريلود. طيب ديسبلاي نون ظبطت هنا، اكشولي الدنيا باظت فوق. انت ما كنتش واخد بالك من نقطه مهمه يا جماعه، اني انا لو طبعا عملت، لو رجعت بكنترول زد من المشوار اللي انا كنت عامله ده، عملت كنترول اس وبصيت على التصميم بتاعي يا جماعه، هلاقي اني للاسف ان انا عندي اكتر من يو ال، فاهمني؟ يعني ديت عباره عن اوردر ليست، ان اوردر ليست، وديت برضه عباره عن ان اوردر ليست يا جماعه. الشاهد انا عايز اقول ايه؟ ماشي، بص بقى، انت عندك هنا ناف جوه منه ال اي، لو طلعت فوق في الكود يا جماعه هتلاقي برضه عندك ناف جوه منه ال اي، فانت لازم تبقى سبيسيفيك شويه. هنا ناف ال اي، وهنا ناف ال اي، هناك انت في الكود في السي اس اس انت كتبت لي الكود عايم شويه، خلينا نرجع كنترول واي، هو قلت لي ناف يو ال على طول، فاهمني؟ فانت المفروض تبقى مور سبيسيفيك، تقول لي انت عايز تعمل ايه بالظبط؟ وفين انت عايز تعمل ايه؟ انت مش بتستهدف الناف اللي فوق يا جماعه، انت بتستهدف الناف اللي تحت، واللي هيوضح لك ان انت بتستهدف الناف اللي تحت انت تتعلم بالقصايد، فاهمني؟ فانت عايز تبقى مور سبيسيفيك شويه، فعشان كده هتروح منادي في السي اس اس على القصايد يا جماعه، في القصه دي قبل الناف هتروح منادي على القصايد، عشان تبقى انت عايز القصايد مش عايز اللي فوق، فاهمني؟ فده هيخلي لك اللي فوق تثبت زي ما هي، ويغير لك في المشوار اللي من تحت ده. ديسبلاي نون مش فيها مشكله، نون نون تمام. ادري لود، فده هيحل لك القصه دي، تمام. رايت، لو انا طبعا نزلت للموبايل، للموبايل هعمل نفس السيناريو يا جماعه، في الموبايل هعمل نفس السيناريو بالظبط. خليني بس اروح على الموبايل، في الموبايل ستايلز انا هبتدي انزل على الارتكل القصايد، وفي القصايد هبتدي احط القيمه بتاعتي، نفس السيناريو هقول له قصايد، انا ما طلعتش بره القصايد يا جماعه. بعدين ناف، علشان استهدف الناف، علشان انا عندي كده اثنين ناف، وطبعا انا قلت له والله الناف اللي موجوده في القصايد يبقى هو يعرف كويس ان هو انت عايز دي مش عايز الثانيه يعني، تمام. ديسبلاي نون،
نعمل كنترول اس ونشوف الكلام ده بريلود كده، المسألة تبقى ظبطت شوية. تمام رايت كده، انا اتعاملت مع نسبة كبيرة من الستبس في اللاب يا جماعة. مش باقي غير المسألة اللي اني امنتج على الصور، ومسألة المونتاج على الصور ديت يا جماعة يعني امر بسيط وسهل وما فيهوش حاجة يعني. طيب المسألة كلها بمنتهى البساطة، انت هتحاول تشوف انت عايز ايه وهتبدل الصور. مثلا يا جماعة انت في الديسكتوب انت مش هتحاول تغير حاجة، كلامك في مثلا خلينا نتكلم عن الموبايل، ماشي اوكي نروح على الموبايل. في الموبايل انت هتبتدي تغير الصور دي بالسمول فيرجنز بتاعتها، هو راجل مسهل لك شغلك خالص 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 يعني. بص هو نفس الصورة بالظبط يعني، مثلا لو كانت الصورة بتاعت ان اي سي تمام، هو هي نفس الصوره بس عملها لك اس ام ان اي سي. ديت يا جماعه عباره عن 900 في 250، دي عباره عن 400 485 في 175، دي اصغر شويه. فكل عليك تعمله انت بس هتضيف الاس ام والاندر سكور. ديت الفايده بتاعت ان انت كديزاينر بتحاول تسهل عليك شغلك، لما تحط صور ما تسميهاش تسميات عشوائيه، الحاجات اللي ليها داخله ببعض حاول تحطها جنب بعض، حاول تحط وجه نوع من انواع الترابط اللي ما بينها عشان تسهل عليك شغلك وانت ما تبقاش تايه، لان انت بتحاول تركز في يعني تفكيرك ما بيبقاش في الامور التقليديه فاهمني. والامر بتاع مراجعه الصور ده تعتبر امر تقليدي امر عادي، انت بيبقى تركيزك ان انت تبقى كرييشن شويه، تحاول تضيف لمسات جميله. فده الامر اللي ان شاء الله باذن الله هيحاول يعلي من مستواك. فماشي نروح على الموبايل، انا موجود فين؟ ماشي خلونا نروح على الموبايل، وفي موبايل ستايلز بتاعي طبعا انا مش بستهدف كل الصور طبعا. ديت يا جماعه ال ديت ده اللوجو اللي هو اللي بتاع دي سولف، اللي هو اللوجو، هو عامل لوجو فوق يا جماعه حرف الدي الصغير ده. تمام اوكي، هنا عامل سبرايت وعامل ايمج سبرايت اللي هم شويه الايكونز اللي فوق دول، دي ودي ودي ودي، دي ايمج سبرايت اتكلمنا عنها وهنحاول نرجعها ان شاء الله باذن الله. ودوت برضه عامل ايمج سبرايت على الصوره الصغيره اللي في الجنب، فاكرين دي اللي هي دي اللي هي اساسا عباره عن دي، نفس الفكره بس هو ايه نفس الايمج سبرايت بس المقاسات اتغيرت، مش قصه مقاسات يعني هو واخد حته من الصوره بس. ديت الصور بتاعي يا جماعه، فكل اللي انا هعمله اني انا فهمت الفكره، هحط الاكستنشن اس ام اندرسكور على كل الصوره يا جماعه فاهمني. طب انا مش بعمل فابريكيشن لحاجه، الكلام ده هو اوريدي الراجل متفقين عليه وجزء من التصميم، هو عامل كده في تصميمه يا جماعه فاهمني. بس فانا لو عملت ريلود الاقي ان الصور الصغيره هي اللي ابتدت تظهر. تمام ديت ده الجانب، نفس السيناريو بالظبط انت هتحاول تعمله في التابلت يا جماعه. لو انا رحت مثلا بكنترول اف وقلت التابلت، نفس الكلام اللي انا عملته هنا ابتدي اعمله هناك. ديت الايمج سبرايتس انا ماليش دخل بيها، انا كلامي على الجماعه دول اس ام اندرسكور كنترول اس وعملت ريف. طبعا لو انا عملت ريلود مش هلاحظ الفرق هذا لو انا كنت في التاب، فديت الصور بتبقى السمول فيرجنز منها كده. تقريبا بقى ايه استهدفت اني اخلص التصميم ديت، يا رب يكون التصميم جميل وان شاء الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.